أهلا أهلا، صباح الخير يا أصدقاء. مثل ما هو واضح لكم من عنوان الفلوج، بتكلم لكم عن روتيني في الرياضة وبتسوق معكم تسوق سريع في سوبر ماركت. اوكي، خليني اعدل جلستي واتكلم لكم عن الموقع اللي استخدمه للرياضة. طبعا هي كوتش لها قناة في اليوتيوب وعندها موقع، هذه الصفحة الرئيسية للموقع. احب اني استخدم الموقع اكثر من اليوتيوب لانه مفصل اكثر وفي تحديات اكثر، وكل تحدي على حسب العضلة اللي هي بتشتغل عليها. اوكي، هذه التحديات ننزل تحت تحصلون التحديات كلها، تقريبا 12 او 20 تحدي موجود في الموقع. طبعا كل تحدي تكتب لك كم عدد الايام اللي بتسوين فيها التحدي، في بعضها 15، في بعضها 21، في بعضها 14، وتكتب لك ايش العضلة اللي هتستخدميها بنفس التحدي. طبعا لازم يكون انه فيه جسم كامل، انا اللي استخدمها قلب، عضلات معدة وجسم كامل، لان شوي شوي اتدرج لين ادخل في عضلات البطن كاملة. فيا وطبعا هذه باقي التمارين الموجودة في الموقع، جدا مفيد وجدا عملي ومفصل بشكل مرة بسيط ومفيد لكل واحدة تحب انها تسوي رياضة. اذا دخلتوا على نفس التحدي اللي انتوا تبغونه تحصلون كم فيديو موجود فيه على حسب اليوم اللي بتبدأون فيه. طبعا اول شيء يكون في تسخين، وفي بعدها التمارين الاساسية، واخر شيء الاطالة او انهاء التمرين. طبعا هذول الشيئين نديكم انكم تستغنون عنهم، بس انا احب اني اسويها كاملة. رحلة البحث عن صغار مجمدة، هذه أشياء أنا أموت. هالمرة شنو بختار، شنو بجرب؟ بس يجنن، هذا أول مرة أشوفه فأجربه، إن شاء الله يطلع لذيذ لأن قصصة حلوة وأشياء حلوة، إن شاء الله يطلع لذيذ. بنجرب وأقول لكم. طبعا على شيء في الصباح كرفس عربية المكتبة، طبعا لسه باقي اغراض، يعني احس اني توني بادئة اشتري. بقلد رسام في الحياة كلها. يب،
القسم العضوي طبعا. هذه مكرونة عشان شكلها أحبه صراحة. يعني بعد أحبها في السلطة لأنها كذا تعطي ألوان وحط معها تونة وأشياء كذا لذيذة جدا. سكوت قد جربته جدا لذيذ، بس كذا يشبع المكان بيطلع.